الفنانة عالية شعيب من الفنانات المهتمات بفن البورتري الشخصي أو الرسم الشخصي. قبل الحديث مع الفنانة عالية شعيب أو عن دراسة الفنانة عالية شعيب، نلقي الضوء على فن البورتري بشكل عام. البورتري هو فن رسم الأشخاص، حيث يقوم الفنان بنقل مواضيع عادية يراها في ملامح أو شكل أو ملابس أو عمل للآخرين، فيحولها إلى رسالة ذات أهداف محددة من خلال إبداع الفني وتمكنه من اليد والقلم والريشة والملاحظة. البورتري الشخصي هو قيام الفنان برسم نفسه من خلال المرأة أو الصورة الفوتوغرافية. بدأت محاولات رسم البورتري أو الرسم الشخصي مع بدايات فن الرسم، وتعود إلى عصور موغلة في القدم، لأن الرسم أساسا بدأ قبل الكتابة أصلا، فكانت هناك رسومات التي تركتها حضارات ما قبل الميلاد والتي تمثل الحياة في تلك العصور. البورتري بدأ بتقليد أو تصوير الأشخاص في حياتهم اليومية، وظهر في نفس الوقت أيضا البورتري المنحوت كالتماثيل مثلا. على العموم، ظهر بورتري كفن متطور في فترة العصور الأوروبية المظلمة، ثم تطور في العصور الوسطى ثم عصر النهضة، لأن عصر النهضة أساسا يعتبر مرحلة تطور في جميع الفنون. واستمر فن البورتري مختصا برسم الحكام والملوك والأفراد والأميرات والقادة. عموما، من أهم الفنانين في مجال البورتري ليناردو دافنشي، والذي رسم اللوحة المشهورة موناليزا أو كما تسمى الجيوكندا. ليناردو دافنشي أيضا من أميز الفنانين اللي رسم بورتري شخصي، حيث قام برسم نفسه في سن 70 وحرص على نقل صورة صادقة عن نفسه. بالإضافة إلى فنانين آخرين مثل مايكل أنجلو، رافائيل، فان دايك، فيرمير، هالز، ديورر، فيلاسكيز، رامبرانت، رينولدز، وفي العصر الحالي كان أشهرهم بيكاسيو وسالفادور دالي، والذين انتهجا خطا جديدا في التعامل سواء مع الرسم أو البورتري. الحديث عن فن وفناني البورتري لا ينتهي ولا يمل، فهو من ناحية تسجيل للحظة معينة من الزمان والمكان والحالة النفسية والتعابير الوجهية منقولة من خلال حالة إبداع تعتري الفنان الرسام، ومن ناحية أخرى يشكل مرجع تاريخي مهم للتعرف على الشخصيات المرسومة في البورتريهات، كما أنه يشكل مرجعا في الدراسات الإنسانية والتحليلات النفسية. وللتحدث بشكل أكثر تحديد عن هذا النوع من الفن، كان لي لقاء مع الفنانة عالية شعيب، والتي اختارت الحديث عن فن البورتري الشخصي للفنانة فريدا كحالة دراسية لهذا النوع من الفنون الإبداعية، فكان هذا الحوار. عالية، يقال إن الفنان لما يتأثر بفنان آخر يقوم يستنسخ عمله، يقوم يستنسخ شغله، يتأثر بفنه، يعني حالة استنساخ منه. شو تقول عالية شعيب؟ مو معناته إذا أنا تأثرت في فنانة معينة أو فنان معين أو أي شخص، مو معناته إن أنا أنسخ حياته أو حياتها وأطبقها على شخصيتي وعلى مجتمعي. أنا مؤمنة تماما، وأنت تعرف أن كل شخص مختلف تماما
كعقل كشخصية ككيان كتكوين نفسي وعقلاني، كل شخص مختلف عن الآخر، يعني مو بس الأفراد مختلفين، أيضا المجتمعات مختلفة. أنا متأثرة فيها كفنانة، أنا أتمنى أن خلال المراحل الآتية يعني في مشواري الفني أن أقدر أرسم بورتري واحد شخصي مثل ما هي رسمت. أنا هذا المجال اللي أنا متأثرة فيه فقط مو غيره. على فنانين البورتري ليش يختارون الوجه بالذات؟ الوجه هو المساحة الأصعب، هو المساحة الأصعب في مواجهة الآخر. عليا، في وايد ناس يرسمون الوجه، شنو الصعب في رسم الوجه؟ هي المواجهة، المواجهة الحقيقية مع الآخر، انك تفتح العوالم الداخلية والأسرار. عليا، ما هي مقومات نجاح العمل الفني؟ اعتقد ان نجاح العمل الفني مشروط ومرتبط تماما بصدق الفنان مع ذاته. إذا لم يتوفر عنصر الصدق يتحول الفنان إلى رسام فقط. متى تحدث حالة الخلق عند الفنان؟ إذا استطاع الفنان أن يفاجئ نفسه، أو إذا توفر عنصر الدهشة بين الفنان وذاته، تحدث عملية الخلق، وهي طبعا المرادفة للإبداع. عليا، خليني أسألك، بعد ما تحدثنا عن البورتري، شنو علاقتك أنت في البورتري؟ هل رسمت بورتري؟ للأسف لا، يعني إلى الآن لم أجد الجرأة الكافية للنظر بالمرأة، عفوا للنظر في المرأة بالطريقة المطلوبة لرسم البورتري الشخصي. عليا، أنت ترسمين وأحيانا تكتبين مسرحية، تكتبين قصة قصيرة، شلون تحددين وين الفكرة تنعرض؟ أنا ما أختار نهائيا، أو ما أتدخل في اختيار الوسيلة اللي من خلالها أعبر عن ذاتي. الحالة النفسية أو الحالة العقلانية نفسها هي اللي تختار أو تملي علي الوسيلة، سواء كتابة قصة، سواء كتابة مسرحية، سواء تشكيل لوحة كولاج أو رسم. أنا ما أتدخل نهائيا، أنا أترك عالية الأخرى، سواء الكاتبة أو الفنانة هي اللي تختار. شو الفرق بين عالية الكاتبة وعالية الرسامة، وأيهما أقرب بالنسبة لك؟ طبعا في فرق رئيسي، لأن أنا تهمني عالية الكاتبة، أنا ما تهمني عالية الفنانة، ولا يهمني أن أنا أثبت نفسي كفنانة تشكيلية نهائيا، لأن هذا متأخر. يعني أنا ركزت في بداية حياتي الدراسية على حقل معين اللي هو الفلسفة، وهذا مهم بالنسبة لي أن أثبت نفسي في هذا الحقل، وهذا طبعا منعكس تماما في كتاباتي. لكن طموحي الحقيقي أني أثبت نفسي ككاتبة وليس كفنانة، بالرغم من أن الأغلبية يعتقد أني كفنانة أفضل أو أقوى من كوني كاتبة.